البرنامج. وهناك شارك في عدة معارك. ولاية صباج بوعهج على غير باقي الولايات سطرت برنامج تاعي في إطار الاحتفالات المخلدة ليوم الشهيد المصادف لتاريخ 18 فيفري. نحن ولاية مجاهدة قدمت كم هائل من الشهداء في سبيل تحرير هذا الوطن العزيز. ولمستوى هذا الحادث كان هناك كذلك برنامج في نقدر نقول مستوى الحادث.